انطلاقا من دوره ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون المالية نشاط صندوق تحيا مصر والخدمات التي يقدمها للأسر المحتاجة على مستوى المحافظات الجمهورية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتأتي جهود الصندوق في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم. وبلغ إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه عام 2014 وحتى الآن أكثر من 22 مليار جنيه، بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي 7 مليارات جنيه. ووصل إجمالي مساهمات الصندوق في مجال الرعاية الصحية حوالي 11.5 مليار جنيه، كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والأجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي 1.3 مليار جنيه. وبهدف التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بلغ إجمالي مساهمات الصندوق حوالي 400 مليون جنيه، وفي مجال التعليم حوالي 530 مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي 200 مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بحوالي 400 مليون جنيه، فضلا عن التدخل في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي مليار جنيه. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والمزيد من القراءة في صندوق تحيا مصر والدعم الموجه للمواطن أو الإنسان في المقام الأول على كافة الأصعدة، والتعاطي أيضا مع الأزمات اللي مرت على هذا الوطن ومحاولة تخفيف وطئة هذه الأزمات أيضا موارد هذا الصندوق وقراءة أكثر فيما يقوم به للمواطن المصري. يسعدني أن يكون معي على الهواء مباشرة دكتور ياسر شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف تقرأ هذه التجربة، تجربة صندوق تحيا مصر في التعامل على الأرض على اعتبارها تجربة لدولة ليها احتياجات في ظروف صعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي تجربة هامة جدا، هامة للغاية، وخصوصا في ظل التحديات اللي بتعيشها الدولة المصرية، ليست الدولة المصرية فحسب، ولكن العالم كله بيعيش حالة من الحالات، الأزمات. مرينا بأزمة كوفيد 19، مرينا بأزمة الصراع العسكري الروسي الأوكراني، ولازلنا فطبعا، وكمان عندنا برنامج الإصلاح الهيكلي ومن ثم الإصلاح الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي. فأنا محتاج أعمل إيه؟ أنا محتاج أهتم بعنصر كل الخطط اللي موجودة من النصف الثاني ل 2014 كان هدفها والهدف الأسمى إن إحنا نعيش في حالة في رفع مستوى المعيشة بالنسبة للأفراد، بالنسبة للدولة المصرية بشكل كبير. عايز أعمل تنمية مستدامة متوازنة، في فرق بين التنمية المستدامة والتنمية المستدامة المتوازنة والتنمية المستدامة الشاملة. أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج أعمل تنمية مستدامة متوازنة في كافة محافظات أو ربوع الدولة المصرية. الرؤية اللي أنا شايفها من خلال صندوق تحيا مصر برؤية أو شكل رائد للدولة المصرية، لأن احنا اهتمينا بشكل أكبر لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لأن احنا عندنا العدو الأخطر للدولة المصرية هو الفقر. الفقر ده لأي دولة هو العدو الأخطر، فأنا محتاج أعمل إيه عشان أعالج كل هذه الأمور. بدأنا يا فندم من النصف الثاني ل 2014 وبدأنا الخطط الخاصة بينا وقيمنا الوضع الراهن وبدأنا نشوف احنا محتاجين إيه وبدأنا نشوف إيه الوسيلة اللي من خلالها أقدر أحقق التارجت أو أحقق الهدف المطلوب بالنسبة لنا. احنا كان عندنا بعض الأزمات، عندنا بعض التحديات المحملة بها القيادة السياسية ومحمل بها المواطن أيضا، لأن المواطن هو البطل الحقيقي لمعركة البناء والتنمية والرخاء على أرض مصرنا الحبيبة. بدأنا نشتغل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، بدأنا نشوف بحزمة مشروعات بناء الإنسان المصري، وده طبعا مشروع قومي عملاق بيختص وبيوجه للإنسان. طب ليه لعنصر رأس المال البشري؟ طب ليه الدولة المصرية بتهتم بعنصر رأس المال البشري؟ لأنه الكنز الحقيقي لأي أمة هو الذي يستطيع تحقيق تنمية شاملة على أرض مصرنا الحبيبة. بدأنا نشتغل على محاور عدة،
اول محور اتكلمنا فيهم او كان بالنسبه للموازنه العامه من للسنوات الثمان الماضيه، كنا بنتكلم على دعم الاسر الفقيره، كنا بنهتم بالدعم واشتغلنا واستحدثنا يمكن في 20 موازنه 2020 2021 استحدثنا ثلاث اركان رئيسيه، والثلاث الاركان الرئيسيه دول يا فندم بيسمعوا عندي في بعض دول المضاد للفقر زي ما بيقولوا، يعني حد بياخد حاجه مضاد لمرض معين. انا بدات اشتغل والدوله بدات تشتغل على هذا السياق، بدانا نعمل ايه؟ نشتغل الاول على اول محور تنميه الاسره المصريه. تنميه الاسره المصريه هو انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج اعمل ضبط للزياده السكانيه. ليه؟ لان احنا في الاستهلاك وفي الدخل وفي الانفاق وخلافه عندنا علاقه طرديه بين ان لو الاسره عددها بيزيد عندنا كمان احتياجاتها بتزيد، ومن ثم الفقر بيكون بيشمل هذا الامر، فاحنا محتاجين نخفض ونعمل ضبط للزياده السكانيه. الامر الثاني والمبادره العملاقه مبادره حياه كريمه شملت القرى الريف المصري، شملنا كمان الصعيد المصري، بدانا نشتغل على ثلاث محاور رئيسيه داخل محور مبادره حياه كريمه. مبادره متعدده الاركان والتاثير، بدانا نتكلم ونهتم ونشتغل وننفذ على ارض الواقع من خلال مبادره حياه كريمه. رفعنا كفاءه مراكز البنيه الاساسيه، اهتمينا بالعمل على التنميه الاقتصاديه ورفع المستوى من خلال توفير فرص عمل، اشتغلنا على تجمعات صناعيه، اشتغلنا على تاهيل مهني، اشتغلنا على اسر اكثر احتياجا، اشتغلنا على الزراعه، على الري، على اعاده. تم التعامل بعيدا عن فكره تقديم الاعانه الشهريه فقط، يعني تم التعامل مع فكره حل الازمه، يعني هذا الشخص بيعاني لانه مثلا بيعمل في وظيفه مؤقتة أو بسيطة، فبعلمه حرفة أو بوفر له شيء يجيب له الدخل بعيدا عن فكرة تقديم الإعانة اللي ممكن تنتهي بعد لحظات. عملية الحصر تمت إزاي، وتقييمك لهذه التجربة الخاصة بحل المشكلة مش مسكن؟ في حاجة النهاردة أنا لو حضرتك شفتي هتلاقي في حداثة في الفكر المصري. بدأنا نتغير، بدأنا نشوف احنا عندنا ثلاث أنواع للرقابة، في عندي رقابة تاريخية ورقابة متزامنة ورقابة تنبؤية. بدأت الدولة المصرية تسبق هذا الأمر، رقابة تنبؤية، إيه اللي هيحصل فيما بعد وأنا هبدأ أشتغل عليه من النهاردة، أبدأ أعمل استعدادي. إحنا النهاردة لو عندنا في أزمة كوفيد 19، لو الاقتصاد المصري ليس بالقوة اللي تقدر ترتطم أو تقدر تمتص هذه الأزمات، ما كان الوضع كان زي ما إحنا شفنا كده، إزاي إن الدولة المصرية كانت تعمل عملية التوازن بين صحة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد القومي، وكنا بنشتغل وبنشتغل، الشكل كان عامل إزاي، كنا عاملين يعني في كافة الدولة المصرية كانت في عز أزمة كورونا، كان أنا كنت يمكن في مقالة كنت كاتبها الاقتصاد المصري صاعد على سلم كورونا الهابط. فطبعا الدول معظم دول العالم كانت بتعاني من الانكماش وبلدنا كانت بتحقق نمو ايجابي. طيب النهارده حضرتك بتتكلمي عن ان احنا مش مسكنات، احنا معالجه، فعلا بنعمل معالجه، احنا عندنا مشكله وشفنا المشكله ايه ووضعها ايه، بدانا نشتغل على برامج تكافل وكرامه، بدانا نشتغل على مبادره حياه كريمه، بدانا نشتغل على تنميه المراه وشفنا ان لها اثار وانعكاسات ايجابيه اجتماعيا واقتصاديا من خلال دور المراه وتعزيز دور المرأة كتمكين من هذا السياق. بدأنا ننطلق نحو توفير سكن كريم للريف المصري، بدأ الأمر يختلف تماما شكلا وموضوعا عما كان عليه. بدأنا نهتم بالصعيد وشوفي مجهودات الدولة في الصعيد، لكن أنا حابب بقى أقول يمكن خمس أمور تم تنفيذهم بالفعل بين الأرقام، لأن الأرقام دايما بتكون معبرة. هو احنا لما اشتغل ودعم وصندوق تحيا مصر وابدا اشتغل في سياق دعم الاسر الاكثر احتياجا والتوسع في حمايه الاجتماعيه او برامج الحمايه الاجتماعيه، بدانا نعمل ايه؟ في عندي اكثر من 15 مليون مستفيد من الدعم النقدي داخل برامج الحمايه الاجتماعيه، كان عندي كمان 38.9% مستفيدي من معاشات الطفل. عندي يا فندم الزيادة السكانية ومبادرة اتنين فقط أو اتنين كفاية بين قوسين كده، اتنين كفاية مستفيد منهم 959,000 سيدة، وطبعا طرق الأبواب وخلافه والمبادرات. عندي كمان
ده السداد الغارمات او الغارمين، ديون الغارمين بيستفاد منها كام؟ استفاد منها 11.1% مستفيد من هذا الامر. كمان عندي حاجه اسمها برنامج الحمايه للطفل والكبار بلا مأوى، والامر ده امر في غايه في الاهميه، بيستفاد او استفاد منه في فتره ما 2500 مستفيد. لما اشوف الامر ده والواقع بالارقام اقول ان في انا عندي توسعات. بدانا نشتغل في برامج تكافل وكرامه، وعلى فكره يمكن كانت في توصيه في المؤتمر الثاني للشباب كانت في أسوان، واتكلمنا على إنشاء توصية إنشاء جهاز جنوب مصر، وبدأنا كمان نشتغل على تكافل وكرامة، توسيع برنامج أو برنامج تكافل وكرامة لتشغيل أبناء المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة. إذن الأمور كلها بتشتغل في سياق اهتمام بعنصر رأس المال البشري، لأنه الأصل المحرك لكل الأصول المادية اهتمامنا والاستثمار في عنصر رأس المال البشري هو أفضل الاستثمارات على الإطلاق. ليه؟ لأن أنا النهاردة لما ابني يبقى في حضني أنا هستقطبه، الحضن ده أمر هيبقى أمان، لكن لو في حد تاني استقطبه يا عالم إيه اللي هيجرم معاه. فطبعا أنا هنا لما يبقى في فقر وأنا أبدأ أحارب الفقر، لما يبقى فيه دعم يقدم دعم نقدي أو دعم عيني من الدولة لأبنائها، عملت حلقة تواصل بين المواطنين وبين القيادة السياسية وتشمل الدولة المصرية ككل. إذن إحنا النهاردة في حراك مجتمعي، ولو سميناه حراك مجتمعي لأن الدولة بتشتغل على ثلاث محاور رئيسية، أولا التنمية محلية اقتصادية، وتنمية محلية اجتماعية، وتنمية محلية للعنصر البشري. أما عن التنمية المحلية الاجتماعية وتنمية العنصر البشري، بشوف حزمة مشروعات بناء الإنسان المصري، ودي كانت أهم أمر خاص أو يخص عجلة التنمية المستدامة أو عجلة التنمية في الدولة المصرية، هو اهتمامي باللي هيعمل تنمية، باللي هيستطيع أو هيكون قادر على إحداث التنمية داخل الدولة المصرية. التعامل مع فكرة الحماية الاجتماعية كانت واضحة بشكل كبير في أثناء الأزمة الخاصة بكورونا، زي العمالة الغير منتظمة، لأن دي كانت ناس تأثرت بشكل كبير جدا، وبعد كده اتطور الأمر واتعملت مظلات للحماية الاجتماعية لكتير من الفئات، وأكثر الفئات اللي كانت مستفيدة فئات ذوي الهمم، والتعامل معاهم من قبل الدولة أصبح مختلف، في مجموعة كبيرة من المبادرات احنا نفسنا بقينا بنشوفهم في محلات وبنتعامل معاهم كموظفين، وعمليه القطاع الخاص ابتدى يفهم ان الدوله يعني في تسهيلات بتعطى لمجموعه من المحال والقطاعات الخاصه اللي بتشغل نسبه من المواطنين من ذوي الهمم، وده كان صوره مش موجوده، فكره الدمج بقى الحقيقي بعيدا عن الدمج البسيط. فالمبادرات الخاصه بالحمايه الاجتماعيه اللي طالت فئات ممكن ما كانتش متاح ليها اهتمام كبير. الدولة المصرية يعني اهتمامها اهتمام بشكل كبير بالمواطن بكافة محاور زي ما بقول. يعني أنا النهاردة ذوي الهمم وقادرون باختلاف، والناس دي لما يبدأ عملية الدمج، أنا النهاردة بعمل عملية الدمج في داخل شرايح كبيرة من المجتمع، أو في فئه كانت في يعني كانت ما كانتش بتشتغل، لا في ناس ما كانتش لاقيه شغل حقيقي، كان بيبقى عندي ممكن كان يبقى في المصانع او المؤسسات نسبه 5% بتاعت الحكومه، وكان دايما ممكن الاعاقه في كان ممكن الاعاقه الحركيه بتاخد بعض، لكن في نوع من انواع الاعاقه الاخرى اللي اصبحت متاح ليها انها تشتغل بدل في الـ 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 النسب المتوافقه مع اداء هذا العمل. ده حقيقي. بدات الدوله المصريه، يمكن بتشوفي حضرتك المؤتمرات باقتها السيد الرئيس، واهتمامه بقادرون باختلاف، واهتمامه بذوي الهمم. النهارده الناس دي بدأنا يحصل عملية دمج، ما فيش اختلاف بشكل واضح، لا ده احنا بدأنا نشتغل. طيب القطاع الخاص والدولة المصرية، احنا وضعنا الناس دي على تحت أي مسمى؟ لو جينا حطينا عنوان لهذا الأمر أقول عنه بالإنجليش corporate social responsibility، المسؤولية الاجتماعية للشركات، المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بقى مسؤولية اجتماعية. طب ما حضرتك تقولي لي، هو المسؤولية الاجتماعية مسؤولية اجتماعية التزام ولا يعني لما الدولة بتضغط الناس بتحس بالالتزام؟ بتلزم، بس ده على فكرة هو مش التزام، ان الدولة بتقول ان فيه قانون، لا في اهتمام، لان القانون طول عمره موجود على فكرة، اهتمام، لكن احنا خرجنا من عباءة القانون الى حاجة اسمها التزام اخلاقي.
بدأت الدولة المصرية أصل قضية الوعي هي قضية القضايا. فالنهاردة لما أنشر قضية الوعي ويبقى في عملية وعي بذوي الهمم، يبقى أنا النهاردة عملت عملية. لما بتكلم على التغيرات المناخية، التغيرات المناخية لازم يكون في نشر وعي ومعلومات عنه. النهاردة بقى في عندي نشر وعي بشكل كافي لذوي الهمم، بدأ الاهتمام بذوي الهمم، بدأ الاهتمام بدمج ذوي الهمم، بدأت النهاردة تعود على عليهم، وفي نفس الوقت تعود على المجتمع وتعود على الدولة. لأن أنا النهاردة لما بتبقى المشكلة عندي، هو الإنسان ده لما يشعر بأنه مهمش، إيه اللي ممكن يثار فيما بعد؟ يعني أنا النهاردة لما أقول إن بعد 7 سنوات من الآن سيفقد 2 مليار فرد على مستوى العالم عملهم، طب أنا النهاردة الناس دي لو ما عملتش حسابهم من النهاردة، عشان في تحول رقمي وذكاء اصطناعي وخلافه، طب أنا النهاردة لو ما عملتش حسابي وانطلقت نحو استراتيجية قومية، استراتيجية قومية لذوي الهمم، استراتيجية قومية للتحول الرقمي، استراتيجية قومية للمدن الإدارية الجديدة، استراتيجية قومية لقناة السويس الجديدة، استراتيجية قومية للكهرباء والطاقة، استراتيجية قومية خاصة بالإسكان البديل للإسكان الغير آمن، بدأت الدولة تضع ذوي الهمم في نصب أعينها. النهاردة بقى يبقى في حاجة يعني أنا بسميها رسالة الرسالات، دي رسالة إنسانية ومسؤولية مشتركة بين المجتمع وبين القيادة السياسية. التعامل مع صندوق تحيا مصر أعتقد أنه بيتعامل مع مجالات كتيرة جدا، وأغلبها بيوصل للطبقات اللي ما بتتعاملش مع السوشيال ميديا، ما بتتعاملش مع وسائل الإعلام، اللي مش متشافة، يعني بيوصل بتتعامل في تقديم خدمات، في معاشات، في تغيير حالة، في مشروعات و و و لكن كل دول صوتهم ممكن ما يبقاش، يعني ازاي الناس تقدر انها تشعر بانه لا في شغل على الارض، مش اللي موجود بس على السوشيال ميديا، مش شرط يبقى تحت بيتكم مشروع تحيا مصر عشان انت تقتنع او الصندوق يعمل حاجه تحت بيتكم انتوا تحت ايدا عشان خاطر تعرف وتقتنع ان هو موجود، لا هو موجود في الصعيد، موجود في حتت بعيده عنك موجود، ومش شرط ان هو يكون واضح في كل قريه وفي كل محافظه، ولكن التواجد كان يعني شال ناس كتيرة أيام الكورونا مثلا. شوفي حضرتك مؤسسة حياة كريمة، شوفي حضرتك التحالف الوطني، يمكن احنا من يومين كان عندنا المؤتمر الأول للعمل التحالف الأهلي والتنموي ودوره في عجلة الاقتصاد. النهاردة بقت الصورة واضحة والتجارب المصرية واضحة للذهنيات العامة في كافة ربوع الدولة المصرية. النهاردة أنا كان يمكن عايز أنقل لحضرتك صورة كانت بتحدث في الثمانينات ويمكن في بداية التسعينات. كان بيحصل إيه؟ كان في كل قرية من القرى، قرى الريف أو قرى الصعيد، في مجلس قرية، مجلس قرية تابع للوحدة المحلية، والوحدة المحلية تابعة لمجلس المدينة، ومجلس المدينة تابع للمحافظة. بدأ يبقى فيه التسلسل. الناس كانت بتروح تعمل إيه؟ كانت بتروح لمجلس القرية أو للشؤون الاجتماعية، مكتب الشؤون الاجتماعية الصغير في 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 مركز من المراكز، يبدأ يقدم بطاقته وبيطلع له 50 جنيه. أنا فاكر الكلام ده كويس جدا لأني كنت بشوفه، لأن اللي عاش غير اللي سمع، أنا شفت الأمور دي بعناية. فبيبدأ يعمل إيه؟ بيروح يقدم. طب النهاردة عشان ياخد ال50 جنيه، وكان بيتلهف جدا، لأن هو بطبيعة الحال مبلغ برضه طبعا في الوقت ده كان مبلغ. النهاردة لما يبقى عندي برامج حماية اجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بيبقى فيه إجراءات عنده داخل الوحدات المحلية، بيبقى وزارة التنمية المحلية ومجهوداتها الكبيرة داخل مجالس المدن ومجالس القرى والأحياء، يبدأ يعمل عملية. النهاردة فيه بشوف الناس عندها ايه، بشوف الناس وضعها ايه بالظبط من خلال الحياة الاجتماعية الخاصة بها، هل يستحق الدعم ولا لا يستحق الدعم. يبدأ من هنا اشوف الوضع واشوف. ودلوقتي بقى في شمول مالي خاص او الشمول خاص بكل ابناء الدولة المصرية، وبشوف من يستحق ومن لا يستحق من خلال استراتيجية قومية، من خلال عمل منهجي ومرتب سليم، يقدر من خلالها تستطيع الدولة المصرية ان تصل ويصل لمستحقيه، للي محتاج لهذا الامر او الغير قادر على الكسب او الغير قادر على الحصول على موارد رزق، يبدأ الدولة تساعد هذا الامر. وبدأنا نتوسع، وبدأ الحماية الاجتماعية تشمل، ومظلة الحماية الاجتماعية للدولة المصرية تشمل أسر كثيرة جدا، وبدأنا نقسم كمان الأسر الأكثر احتياجا والأسر الأكثر احتياجا شأنها شأن الصعيد. فبدأت أقول إن الريف
في قلب التنمية بأبنائه، والصعيد في قلب التنمية بأبنائه من خلال خطط الدولة، وسيناء قربت من خلال العمل ومجهودات الدولة من خلال استراتيجياتها. فبدأ الصورة تكون واضحة، واضحة لكل الذهنية العامة، واضحة للداني والقاصي، واضحة للوطنيين وانتمائهم للدولة المصرية، حتى واضحة كمان للمشككين في الدولة المصرية. صبر، احنا بنعاني والدولة بتعاني من مشاكل كثيرة وتحديات كثيرة، شأنها شأن أي دولة في العالم، الدول العظمى أو الدول العالم، وانكشفوا الكثير منهم في أحداث كورونا، وشفنا الوضع كان عامل إزاي. احنا كنا داخل الدولة المصرية بتحمي بمظلتها ومن خلال مشروعاتها القومية اللي موجودة على أرض الدولة المصرية، من خلال 100 مليون صحة. هل تخيلي حضرتك لو 100 مليون صحة داخل الدولة المصرية لو ما نفذناهاش قبل كوفيد-19 كان إيه اللي هيحصل، في ظل أن الأزمة بتستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وعلاج فيروس سي والقضاء على القوائم الخاصة بالانتظار طبعا، يعني والتأمين الصحي الشامل وحدث ولا حرج. أشكرك شكر جزيل على التواجد معي دكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، والشكر موصول لحضراتكم أيضا مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.